بونسيرا سنيورينا سنيورا. عفوا معلش، الواحد من كثر ما السيارة إيطالية فاندمج مع الإيطاليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا اليوم أسرع جيب دفع رباعي في العالم. قلت كلمة أسرع، ما قلت كلمة أقوى، بس عشان نكون واضحين. ما قلت كمان أعلاهم أحصنة، ولا قلت أعلاهم عزم، لكن نقول أسرع. فخلينا نركز على كلمة أسرع. معنا اللامبورغيني الأوروس، وتنطق أوروس، وحشرح لكم اليوم معنى الاسم وتفاصيل السيارة بالكامل، وكيف السيارة هذه كوكتيل، خلطة جميلة جدا طلعت في شركة لامبورغيني، أحد أعضاء عائلة فولكس واجن الألمانية الجروب. وخلينا نشوف اليوم كيف الإبداع فعلا. طبعا اللامبورغيني تتبع لأودي، اللي زي ما قلنا أحد أعضاء فولكس واجن. خليكم معنا. طبعا كلمة أوروس وتنطق أوروس بالضم، لازم واحد يموت بوزه شويه كده، شو واقف جنب الساره وقفلت نفسها بنفسها. الان ايش معنى كلمه اوروس؟ اوروس لامبورغيني دائما فلسفتهم في الاسماء، وخذوا بالكم الاسماء ما هي ايطاليه، الاسماء اسبانيه، وفلسفتهم في الاسماء انها حقت يا اما فصيله ثيران، يا اما طبعا واضح العلامه حقت الساره ما شاء الله، او اسم ثور بعينه، او شيء له دعوه بالثيران من المبارزين او اي شيء مرتبط. فاوروس واحد من انواع الثيران طويله القرون، قرونها طويله مره يعني ما شاء الله، يعني بشكل مرعب، فبتنطح المنافسين، فاختاروا النوع ده، يعني حابين ينطحوا المنافسين كلهم، وفعلا اعتقد بالسياره دي نطحوهم. ايش المميز في السياره هذه؟ المميز في السياره دي كالاتي، عندنا الخلطه كيف؟ كل شيخ او كل طباخ عالمي حائز على جوائز ميشلن، نجمه ميشلن هذا طبعا النجمه لاحسن الطباخين في العالم، فاسمها نجمه ميشلن. فكل طباخ حابب يطبخ فبيخترع له وصفه، الوصفه دي من مقادير محدده، والمقادير هنا في السياره دي ما طلعت عن عائله فولكس واجن، بمعنى الشاصي كطول نفس طول الاودي، كطول شاصي شاص نفس طول الاودي كيو 7، بس السياره بالكامل عباره عن اودي كيو 8 كيو 8 مع محرك اسطوري، نفس المحرك اللي موجود في البورشة البانميرا، تلاقوه في الاودي الاس 8 الاي 8 المحرك في البنتلي. طبعا اقرب ما تكون دائما مره قلنا للبنتلي البنتايجا كمان كشاص يعني كابعاد، بس مقارنه بكل منافسينها ان كان تكلمنا مثلا عن رولز رويس الكولينن مركز على الفخامه، او على البنتلي البنتايجا اللي فخامه من ناحيه رياضيه، او على مع البي ام دبليو الاكس 6 ام اكس 6 ام الامباور، او في منافس امريكي كده شويه جاي يعني ما هو في فخامتهم ولا في غلاوتهم كسعر، اللي هي التراك هوك. التراك هوك اللي هي جيب جراند شيروكي بماكينه هيل كات 707 حصانه. موجودة في التراك هوك. ميزة التراك هوك طبعا انها ارخصهم سعرا، بس كفنس وكرشاقة وكاداء كتسارع، وجبت الارقام لانه كثير ما كنت بصور اليومين الماضية شوية صور على السيارة، فالكل كان مأخوذ بكلمة اسرع سيارة او اقوى سيارة جيب اللي هو التراك هوك. ترى يا جماعة الخير كل شركة يعني ممكن نعم بيكون دار بطل في فترة محددة، الين ينزل بطل ثاني، بعدين ينزل بطل ثالث، فالحكاية الحرب سجال بينهم. فحنجبنا لك من رقم اليوم عشان نوريكم المنافسين كيف أداهم. طيب مقارنة بالتراك هوك بالكولينن بالبنتايجا بالأكس بي ام دبليو اكس 6 ام، دي أخفهم وزنا وأعلاهم أحصنة في اللتر. كمثال بسيط إذا حبينا نقارنها، طبعا مين الوحيدة اللي أسرع أخف منها وزنا، مش أسرع أخف منها وزنا؟ البورشة الكايان، لأنه مستخدمين الكاربو فايبر بوليمر بكثافة في السيارة، وكانوا محتاجين أول كان حوالي 88 روبوت عشان يصنع لهم السيارة، لقوا نفسهم اضطروا يدخلوا في 200 أكسور روبوت عشان يصنع السيارة من كاربو فايبر وألمنيوم وتفاصيل في البورش الكايان. فهي البورشة كان الوحيد اللي خفهم وزنا. كل الفئة دي يا جماعة الخير بتلعب من فوق الألف، يعني من فوق ال 2200 كيلو صعودا لين حوالي 2399 كيلو، وكانت من ضمن ثقلهم كانت الجراند التراك هوك الجراند شيروكي. هنا هتلاقي نفس المقارنة بالتراك هوك
التسارع من 0 ل 100 في تراك هوك 3 ثواني 7 من 10، هنا 3 ثواني 6 من 10. تراك هوك سرعة حقوصه على حول 295 كيلومتر الساعة، هنا السرعة المعلنة. طبعا البنتلي بنتايجر لما عدت البورشة الكايان فكانت على البورشة على 300 والبنتلي بنتايجر كانت 301 كيلو، هنا السرعة المعلنة 305، وفي كثير من التجارب وصلت السيارة سرعة 324 كيلومتر في الساعة. فألين بنتلي تقرر انه ب 12 سلندر بيعملوا شيء ثاني مختلف، وحاليا هذه اسرع سياره كتسارع من 0 ل 100 3 ثواني و6 من 10 مقارنه بمنافسينا اعلى من 3 ثواني و6 من 10، وسرعه قصوى 305 المعلنه، فهي الاعلى كاعلان من مصنع وكاداء بدون تعديل 324 325 كيلو وصلتها، فهي برضه من ضمن اسرعهم. السعر، السعر ما حابب اصدمكم، لكن السياره هذه اللي داخل عليها عارف لها عملاء محددين، سواق افنتادور وحابب يطلع مع عائلته، او واحد مخلص جدا للامبورجيني بس الان كان لوحده الان، او لوحده بعدين هو وزوجته دحين هو والعيله، فحابب يكمل مع الامبورجيني. الان مقارنه بكل المنافسين، حابب نختصر السياره دي في عده نقاط محدده كده. اودي كيو 8 كبودي وداخليه الاودي كيو 8 تماما، لو تحبوا ترجعوا للتجربه اللي سوينا لكم اياها. المحرك 8 سلندر 4 لتر توين توربو 8 سرعات، الجير بوكس زد اف مخصوص لللامبورجيني، دفع رباعي طول الوقت، والفور ويل ستيرنج حبينا نسميها او رير ويل ستيرنج، يعني بمعنى الدركسون يتحكم حتى في الكفرات الخلفيه، فعندنا قياده واندفاع وتحكم بالاربع كفرات. توزيع العزم 60 40 70 30 87 13 حسب الحاجه. في 7 وضعيات قياده تقريبا داخل السياره، حناخذها اليوم بالتفصيل الممل. واكبر سيراميك بريكس في العالم اتعملت 400 ملي في سمك 40 ملي و370 ملي في سمك 30 ملي. طبعا لسه المحرك بتصنع في مصنع فولكس واجن في هنغاريا، بتشحن لغايه ايطاليا. المحرك اقوى من محرك البورشا، متاخذ يعني يقولوا اودي كيو، اودي كيو 8 مع محرك بورشا باناميرا او الاودي الاي 8 او الاس 8، والمحرك متاخذ من هناك. ف كيو 8 والمحرك 8 سلندر 4 لتر اقوى من البورشا بحوالي 100 حصان و80 نيوتن متر عن طريق اعاده تصميم رؤوس المحرك بالكامل عشان يكون شيء مخصوص للامبورجيني. عندنا نظام الرؤيه الليليه بالاشعه تحت الحمراء، بيبين حراره الاجسام، بيبان معنا في الضباب، في الاجواء الصعب الاضاءه انها تشوف فيها بشكل واضح. الفرامل زي ما قلنا اكبر هوبات سيراميك بريكس مصنوعه في العالم 400 ملي، ومع ست هنا اللواقط هنا في الداخل ادخل سياره رياضيه تلاقوها 6 لواقط، هنا 10 لواقط 10. ومقاس الكفر الجنوط تبتدي معنا من 21 22 23، عندنا هنا 285 على 40 22، هذا مقاس الكفر، الكفر الامامي. هنقول لكم الان الخلفي. طبعا التعليق هواء، فبتتحكم السياره في عمليه الارتفاع والهبوط وكل شيء، فحتى في الفرملة. لكن هنا عندنا زي ما قلت 10 لواقط قدام، هنا عندنا لاقط واحد 370 ملي، واللي هو مكان نقاط التماسك بين والضغط بين الكاليبرات وبين الأقمشة والهوب. ومقاس الكفرات عندنا هنا 325 على 35 زد ار 22. ده المفاعل النووي، فعلا حق مفاعل نووي اقطاب النابض، وهنا حلاوته العزم 850 نيوتن متر من 2250 دوره متوفره فيها. طبعا عندنا فصل تقنيه فصل السلندرات موجوده فيها، واللي عجبني دائما في اللامبورجيني المحركات حقتهم بيحطوا لكم عمليه ترتيب الاشعال او الاحتراق او الانفجار داخل السلندرات، حوريكم ولا سلندر رقم 1 3 7 2 6 5 4 8، هذا ترتيب الاحتراق. ما شاء الله مساحه الجلوس في الخلف اكثر من كافيه، ما ننكر ان السقف منخفض شويه هنا، لكن نجينا للمساحه الراس في عندنا حوالي صباعين، صباعين شويه، وفي الارجل عندنا كمان هنا حوالي 4 5 اصابع ثانيه، غير باقي المواصفات الفخامه، فتحات التكييف الخلفيه 2 في الجوانب 2 اسفل، التحكم الالكتروني، اكواب قهوه. في نوع منها يجي كرسيين او ثلاث كراسي، يعني اجمالي الركاب 4 او 5 كراسي حسب الطلب وحسب مواصفات العميل اللي طالبه في السياره. لما يحب يشغل السياره بيقابلنا المنظر ده، على قد انه معقد شويه لكن هو اجمل ما في السياره من يعني فن وعبقريه. نرفع زر اطلاق الصواريخ بالشكل ده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الواجهة تقابلنا، بعدين عندنا أزارير ثانية، هذه ثلاث شاشات
موجودة معنا بالكامل. أعذرون حساس شوية حق الكفرات، واحد فيهم يبغى له إعادة برمجة، لكنه عندنا كامل معلومات السيارة نتحكم فيها هنا، نشوفها في المنطقة دي في الشاشات معنا. هذا هنا الانفراريد، الرؤية الحرارية على اليسار، راديو، تليفون، نافيجيشن، استهلاك البنزين، ضغط الهواء، الكفرات، طال اليمين والشمال، عداد السرعة ودوران المحرك، كلها معلومات. عندنا ضغط التوربو موجود، عندنا ضغط التوربو موجود عندنا هنا. أهم شيء موجود معنا الأنيمة. الأنيمة اللي هو التحكم في تعليق السيارة هنا، طبعا التحكم في تعليق السيارة، في وضعية السيارة بالكامل، في التعليق، في الأداء الرياضي، في البرمجة، في الشكمان، في كل شيء بيختلف معنا، بس مجرد تغيير تحريك اليد هنا للأسفل. فعندنا استرادة اللي هي كلمة ستريت بالإنجليزي للطرق السريعة، لما نعدلها استرادة، وهذا وضعيتها بتكون هنا في النص عندنا على العدادات كده شكل الاسترادة. لما نحط على السبورت، نحط وضعية السبورت هنا، نحط وضعية السبورت، بيصير معنا كده منظر الدركسون كما العدادات هنا عفوا. نحط على السبورت بتختلف الوضعية حقت المعلومات، وهنا عندنا التسارع بالجي فورس الجاذبية بأي اتجاه بتروح معنا. ضغط الكفرات، التورك الباور، العزم والأحصنة، برضو كمان التورك الباور كم، ميلان، طبعا دفع الطاقة الأمامي خلفي كم التوزيع، كل هذه المعلومات بتكون باينة معنا. الرمل الخفيف خلينا نقول كده، يعني ممكن يكون حتى زي عندنا في الصحراء واحد ما طالع الرمال والنفوذ، فعندنا حتى كمان جهاز التحكم في التماسك تم إلغائه فصله، وعندنا التحكم في النزول من الهضبات. تيرا بتكون أرض رملية بس صلبة شوية، زي عندنا تيرا فيرما الأرض الصلبة، فأنا تيرا تعتبر يعني نوع من منطقة واعرة بس أرض صلبة شوية معنا. خلينا قبل نخش بس عندنا هنا وضعية ثانية الإيجو، هنا عملية إنك تحط زوجك الخاص في السيارة، الإيجو بمعنى أنظمة الدفع هنا تتحكم فيها إيش اللي تبغاه في أنظمة الدفع. خلينا نتكلم هنا مثلا، هي شوفوا على اليسار هنا كلها حتتحكم حسب تبغى الدركسون، غير التعليق، غير نظام الدفع الرباعي حق السيارة، أي درجة من اهتمامك الخاص. لتعشيق الجير الأمامي هنا عفوا، هنا قلنا الخلفي، وريناكم الخلفي، الريفرس من هنا، هذا الريفرس، الباركينج من هنا، هذا زر الباركينج ريفرس، واللي الواحد اذا حبينا نروح للامام بس تعشق الجير اليمين او عشق الاول، واذا حبيت تفضي تحطه على نيوترال تسحب الاثنين اليمين الشمال سوا فيصير معاك على الجير. نتكلم عن السياره بدل الحجم بدل الوزن بدل الفئه وبدل الوزن من وزن الفخامه والاسم، ما بدي اتكلم عن صفات الفخامه والامان، يعني ايرباجات كامله، الساوند سيستم اول ما تفتح تشغل السياره يفتح معاك بالكامل يطلع لفوق، بانج اولسن هيد اب ديسبلاي وبيعرض لك كل المعلومات، عندنا ثلاث شاشات، ارجع قلت انا مره الاودي كيو 8 من الداخل بالكامل. لكن التميز عندنا هنا في طريقة تعشيق السيارة وفي طريقة شغلها والعدادات اللي في الوسط حقت اللامبورغيني اللي هي أمام عين السواق، مع باقي التطريز الثاني والفخامة الثانية، فتحة سقف، مناطق عمياء، فرامل رجوع للخلف عن طريق الرادار، جهاز ينبهك فتوقف السيارة، كل هذه الأمور من البديهي نتكلم عنها. فحتكلم في الأشياء الأساسية اللي هي قلب المحرك وطريقة التعشيق حقت السيارة والأداء حق الرياضي. لونش، كورسا، فرامل، بنزين، فرامل صدقوني على اي سرعه، على اي سرعه ولو مسافه قصيره تقرر انك تفرمل السياره حتعطيك الفرامل بالكامل، ما يفرق معها، ما شاء الله جباره 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 فعلا على الحق، اكبر فرامل.
واحد من الشيء اللي انا في السياره يعني على قد السعر، انا عارف انه التركيز كله على احراضيه، بس الابواب شفت كان حتسعر كثير، لانه كم مره بالغلط اقفل الباب فلازم اوقف السياره ارجع واقفل اقفل الباب ثاني مره مزبوط. لكن انا بتكلم عن ناحيه السعر، لكن انه التركيز على الناحيه الطلبيه ابدعوا فيها بثبات فرامل لامبورجيني هيريتج، يعني ما في كلام. طبعا تصميم السياره المصمم اخذ في الاعتبار الجده اللامبورجيني LM002 في الثمانينيات ودمج معها الكونتاش، اللامبورجيني الكونتاش اللي افتكر الكونتاش كان اقول له الكونتاش، فهي دمج معها التصميمين الاثنين عشان يطلع بسياره دفع رباعي في الفئه هذه. قلنا كثير سبحان الله هذه اودي كيو 8 مر جنبها نفس البودي، يعني شوف نفس البودي نفس الشكل نفس الفريم نفس الجناح نفس القصه، اللهم القزاز الخلفي اكثر. ف دمج الخطوط من الاثنين سيارتين الاسطوريتين هذول ودمجهم في سيارة واحدة اللي هي الأوروس. أداء رائع لا يعلى عليه ما في كلام. طيب السعر صراحة نعتبره مغالى فيه شوية، من 935 965 شامل الضريبة ألين 1,350,000 السعر مغالى فيه. العبقرية الهندسية الأداء الرياضي لا يبارى، ما في سيارة إلى الآن حتى سكت الكولنن، الكولنن كفخامة ما شاء الله يعني حدث الحادث روز رويس، لكن وعزل الصوت، لكن كأداء رياضي نفس رياضي سيارة كفرامل لا يعلى عليها. عملية الأنيمة طبعا واحد يحتاج له كورس في اللغة الإيطالية، لكن بس أوريكم شيء مثلا نحرك مسترادة بكورسة شوية الآن، بس خلينا دعسة واحدة بسيطة شوفوا هذه دعسة واحدة جماعة الخير، مش إني أنا حابب أعمل أكثر من كده، بس إني يعني زي ما يقولوا بألعب بشوف إيش أداء السيارة. فما شاء الله تبارك الله هذا أداء بس دعسة واحدة بسيطة. طبعا الساوند سيستم رائع، في شوية أشياء ما عجبتني، مثلا في الجم موجود زي ديكور فتحة تهوية بلاستيك، حسيت يعني على لامبورجيني أي فتحة تهوية المفروض تكون موجودة تصميميا، والفتحات حق دخول الهواء وخروج اللي في الجوانب وفي المؤخرة وفي اللانت فتحات التبريد الانتر كولر، معني شغل معلمين ما فيها كلام. لكنه بعض الأشياء كده حسيتها شوية يعني على بلاستيك ديكور بلاستيك، مش على لامبورجيني مش على السعر ده. عزل الصوت أو مستوى الإزعاج 63 ديسبل من جنوط 22 عريضة، ف 63 ديسبل ما أقول إنه عزل ممتاز، لكنه بالنسبة لحجم السيارة وشكلها الرياضي وتوين توروز وكل شيء فلا بأس فيها. أعتقد المشتري السيارة دي آخر أمر بنزين، هو يبغى الانبساط، يبغى أداء السيارة، ثباتها، فراملها، ما حابب ياخذ بورشة، حابب يغير شوية من الستايل الألماني، ولا حابب ياخذ مثلا بي ام دبليو الاكس 6 ام، حابب ياخذ شيء مميز باسم لامبورجيني من الجنان الإيطالي، فالسيارة بتأدي الغرض تماما. ختاما أتمنى يكون شوية الطرب ده أمتعكم، آسف إذا كانت الحلقة مملة شوية من كثرة المعلومات، لكن حبيت أديكم تفصيل. اللي حابب يشتري السيارة يعرف بيدفع فلوسه في ايش، واللي حابب يتعلم مستمتع بالسيارات فيعرف كل شيء ابدع في شركتي. تفاصيل كثير مره في السياره دي انا اعتذر، لانه فعلا فيها تقنيه عاليه مره وتفاصيل كثير مره، فلكن اتمنى ان شاء الله قدرنا نفيدكم بمعلومات مفيده، ولو يعني نعتذر لو كانت شويه ممله، لكن ان شاء الله تكون ايش يعني حصلتوا فيها كل ما يطيب خاطركم عن اللامبورجيني. ختاما شكرا لكم متابعتكم كريمه، ونشوفكم ان شاء الله حلقات ثانيه. شكرا لكم.